عمل في كواليس وفي إدارة شركة المقاولون العرب، وهي طبعا ما هي في عالم المقاولات والإنشاءات داخل وخارج مصر وتاريخها العريق، والانتقال لمرحلة الإدارة الرياضية والتكليف للمهندس شريف حبيب برئاسة نادي المقاولون. هو بداية العمل في الرياضة كان المهندس إبراهيم محلب، وهو عنده ميزة ان هو بيختار ناس جديدة، تملي يحب التجديد يعني، وعايز تجديد في الرياضة. فكانت اعتقد 2004 2005 وقال لي انت عايز تبقى معانا كده، وقال لي شوف ملف كرة القدم انا عارف ان لك خبرات فيه. فكان اول مرة هو يشيد بحاجة ان عملنا احصائيات كاملة عن كل لاعب وبيكلفنا كام، دي صورة كام من الصور اللي معانا للفترة دي واللقاءات مع المجموعة دي في الفترة المقاومة. كانت دي الصورة دي في الماتش كان نهائي كاس افريقيا للاهلي، وكان عندنا في الملعب اللي هو كان وقتها كان المهندس ابراهيم رئيس وزراء، وكانت في مشكلة امنية ومحدش راضي يستضيف الماتش ده، المباراة ده انا فاكر مع جنوب افريقيا او حاجة كده. فكان الكابتن حسن حمدي وكلمونا، كنت انا رئيس النادي وقتها، فابراهيم بيقال لي ما احنا ما نقدرش نقول لا، احنا نادي ده في مرحلة ما بعد 2011. ده هو ده، احنا اعتقد البطولة دي كانت 2013 يمكن، اعتقد ان الاهلي كسب فيها بطولة اعتقد كان كاس افريقيا. طيب عايز اسال حضرتك عن نادي المقاولون العرب، كان من واحنا صغيرين يعني من سنين طويله الاهلي والزمالك كانوا حاجه ثانيه، الاهلي دايما هو يعني غني عن التعريف بخبراته وتاريخه وانجازاته، كان الناشئ بيبقى سعيد